اهلا بكم من جديد. النهارده جمعه، بنبص على حركه المرور في المحاور الرئيسيه في القاهره. الحركه طبعا الصبح ويوم الجمعه تحديدا اعتقد على مدار اليوم بشكل كبير بتكون الحركه هادئه على معظم المحاور. 6 اكتوبر، العبور، الدائري، المحور، يعني مش مفروض ان هيكون في ان شاء الله مشاكل. احنا بنتوقع هيكون في تحركات من بعد الصلاه علشان المظاهرات اللي هتتحرك النهارده من منطقتين، مصطفى محمود ومن السيدة زينب في اتجاه التحرير علشان تبتدي فعاليات اليوم. كاميراتنا موجودة في المحاور المختلفة علشان نديكوا بانوراما وفكرة عن المنظر في الشوارع النهاردة. هو واضح ان حتى الان شيرين الدنيا فاضيه، مفيش مشاكل كتيره في المرور، ولكن زي ما احنا شايفين كده صلاح، يعني ميدان التحرير واضح ان في عمليه انشاء منصه موجوده عند الناحيه اللي ناحيه المتحف المصري، كوبري 15 مايو، رابعة العدويه في مدينه نصر، طريق النصر، وكوبري 6 اكتوبر وصلاح سالم، كلهم فاضيين، وده متوقع بالنسبه ليوم الجمعه. الفكره ان اعتقد ان الناس اللي جايه وبتحاول تاخد التحرير لازم تتفادى تماما، يمكن يا إما ياخدوا 15 مايو ويوصلوا للزمالك، أو لو جايين من المعادي يحاولوا ياخدوا طريق الأوتوستراد بدل ما ياخدوا طريق الكورنيش. الإدارة العامة للمرور في المناسبات اللي زي دي بتقلب الكورنيش اتجاهين. طبعا بيبقى في بعض اللخبطه وبياخدوا الناس مخالفات، بس مش مشكله، يعني زي ما بيحصل معاك، زي ما حصل معايا كذا مره، ولكن يعني بيقلبوا اتجاهين ففي فرصه ان الناس تستفاد تماما. وهو تحديدا زي ما قلنا من بعد صلاه الظهر هتبتدي المسيرات في اتجاه الميدان، ف يعني نحاول نتفادى التحرك في المسارات دهيت علشان نقدر نتفادى الزحمه. والميدان شكله منظم ونظيف وجميل لحد اللحظه، نتمنى ان الدنيا يا رب تكمل كده لاخر اليوم باذن الله. نتمنى ان مظاهرات النهارده فعلا تعدي بدون يعني بدون اي شوائب، بدون اي عنف، وان الناس اللي نازله تعبر عن رايها، تعبر عن رايها بحريه، وان اذا كان في اي قوى سياسيه تانية معارضه ليها حابين ان هم يتكلموا، حابين ان هم يعبروا عن رايهم، مش ضروري ان احنا نزاحم بعض في الميدان. بالظبط. ومراسلين هيكونوا معاكم النهارده لتغطيه الفعاليات في ميدان التحرير، كمان هيكونوا معاكم علشان تغطيه انتخابات حزب الحريه والعداله. هيكون في نقل حي لكل الفعاليات على سي بي سي بلس 2، وهنكون معاكم في تغطيه خاصه من 3 ل 5 على الهواء مباشره. كل ساعه هيكون معانا ضيفين علشان متابعه فعاليات اليوم، وبعد كده من 7 ان شاء الله هيكون معاكم استاذ خيري رمضان ايضا للتعليق ومتابعه الاحداث. اذا احنا هنخرج الى فاصل وهنتابع فقره الصحافه بعد شويه، انتظروا.